أكيد أن فريق الوداد الرياضي حاليا مقبل على مباراة كبيرة أمام فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، هادشي اللي غيخصو يعني مواكبة إعلامية دقيقة، ولكن كذلك دعم ديال الصحافة الوطنية. علاش؟ لأن كنشوفوا واحد التجييش ديال الصحافة والإعلام في تونس مع الترجي التونسي، كيدافعوا على الفريق ديالهم، كيدافعوا على الجماهير ديالهم، رغم أن مجموعة ديال الأخبار اللي كتداول تما في تونس هي عبارة عن مغالطات فقط من اجل يعني تهيج الراي العام ومحاوله الضغط اكثر على الوداد من خلال لا تفاصيل ديال الجمهور، من تفاصيل ديال التحكيم، من تفاصيل يعني الكواليس اللي كتدور في التمثيليه ديال المغرب او تونس في لاكاف. يعني هادشي كله خلى ان اداره الوداد يعني طلب من مجموعه الصحفيين انه يرافقوا الفريق من اجل اول حاجه يعني تغطيه كل صغيره وكبيره في هذه الرحله، بدايه من اليوم الى بعد المباراه ان شاء الله ديال يوم الجمعه، وكذلك يعني دعم الفريق، وكذلك نقل اي تجاوزات ممكن ان توقع لا الجمهور الوداد ولا كذلك النادي الوداد الرياضي، وكنتمنوا التوفيق للوداد في هذه المباراه. كنظن بان الصحوه ديال كره القدم المغربيه غتاكدها فريق الوداد البيضاوي يوم الجمعه امام الترجي التونسي، وان شاء الله لما لا تكون السوبر كوب ما بين الوداد البيضاوي والزمالك، وترجع لسوبر كوب المغرب كما فاز بها فريق الرجاء البيضاوي في النسخه اللي فاتت. مباراه تكون مباراه يعني مصيريه، مباراه اللي غنبحثوا ان شاء الله الوداد وجميع المغاربه كينتظروا انهم يعودوا بالكاس ان شاء الله، الكاس الغاليه، وبالتالي تغطيتنا لهذا الحادث هذا كيبقى دائما خاطر الاذهان ديالنا من خلال توثيق كل اللحظات اللي كيمر منها المباراه لا قبل ولا بعد المباراه، يعني من خلال توثيق الحصه التدريبيه للوداد اللي غيكون يوم الخميس، ولا التنقلات ديالهم ولا تنقلات الجماهير، حتى لو كان يعني اعتداء شي شنيع على شي جماهير ولا شي حاجه، ممكن نوثقوا هذه المساله هذه حتى يكون يعني صوت وصوره وتكون يعني الامور واضحه. دورنا كاعلاميين نريد المواكبه كل صغيره وكبيره، سنذهب مع فريق الوداد، سنكون اولا كوطنيين ثم كاعلاميين لنقل الحقائق بحذافيرها كما كنقولوا، شدوا العصا من الوسط، واللي كاينه غنقلوها ان شاء الله لجميع الجماهير المغربيه، باش ان شاء الله ما يطيحوش في الاشاعات وما يطيحوش في شي امور اللي ماشي هي. بالنسبه لدابا رفقه الوداد، كنتمنوا ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه لفريق الوداد البيضاوي، والحمد لله غتكون نتمنوا تكون الرحله موفقه، نتوجوا بالكاس ان شاء الله. غادي من اجل التغطيه الاعلاميه، وكنتمنوا ان شاء الله نرجعوا الكاس يكون بيد الفريق الودادي، وبكل التوفيق ان شاء الله الفريق الودادي. هذا الضغط اللي كيمارسوا علينا الاخوان التونسيين ما غاديش ياثر على ما ياثرش لا على صحفيين لا على الوفد ديال فريق الوداد البيضاوي لا على اللاعبين لا على، لان الوداد كبير على هذا الشيء والكره المغربيه كبيره على هذا الشيء، والخلاصه ديال هذا الشيء هو انه الارضيه هي اللي غادي تحسم النتيجه، وان شاء الله غادي تكون نتيجه ايجابيه وغادي نجيبوها ان شاء الله من تونس. فهذه بادره قويه، يعني مش انا ايضا تفرض واحد الضغط على اشقاء هناك، يعني دي روح رياضيه اشقاء، يعني تونس شفناهم الفريق ديال الترجي ومجموعه من الاعلاميين ايضا لتغطيه المباراه ديال الذهاب، وبالتالي فمن المفروض انه الصحافه المغربيه ايضا تكون حاضره بشكل بارز بشكل قوي في مباراه العوده في رادس، وان شاء الله نتمنوا حظ موفق لفريق الوداد الرياضي، وتكون الكاس مره اخرى من نصيب الوداد ونصيب كره القدم المغربيه. في الحقيقه مباراه مهمه، والاجواء المصاحبه اجواء مشحونه، لا من ناحيه الزخم الجماهيري، كنعرفوا بان الاعلام المصاحب جزء من هذه المواجهه، لكن الاعلام المغربي الحمد لله معروف برزانته وحكمته، يساند ويدعم وينقل كل صغيره وكبيره وبامانه، لان العالم المغربي فوق كل اعتبار، ليس الوداد الرياضي ولا وداد الامه، ولكن هو العالم المغربي الذي سنشرفه في هذا المحفل الكروي، وان شاء الله غادي يجيبوه ان شاء الله. ان شاء الله انا راه ما نطلعش الطياره الا ما كنتش غنجيب الكاس، كونوا هانين ان شاء الله، غادي يكون الكاس في الدار البيضاء، ما غيبقاش في تونس، غيجي الكازا ان شاء الله باش نجيبوا الكاس، حيت الكاس ديالنا وما رجعوا تنجيبوه ان شاء الله، واخا كاين الضغوطات وداك الشيء اللي طرا والحكام ومرتشي وحتى الفلوس ودا داك الشيء ما يهمش، المهم ان شاء الله غنجيبوها الا بغى الله. غادي المشي اللي غادي نمشي لتونس كنعتبروها مربوحه، يعني جايبين الكاس يعني غاديين باش نجيبوه بهذا المعنى.
رغم الضغط الاعلامي ديالهم رغم كل شيء ان شاء الله مربوحه وغادي نجيبوه. شكرا.